خلونا نطلع لخبرنا الثاني وإنجاز ثاني. أكيد كلنا متحمسين لموسم الرياض والفعاليات الضخمة والفرص الكبيرة اللي راح يوفرها لنا هذا الموسم. وشفنا إعلام معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر تويتر يوم أمس من خلال تغريدة قال فيها أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين منصة مطلوب وشركة روتانا لدعم وتفعيل مشاركة المواهب الفنية السعودية في موسم الرياض. واو، يعني موسم الرياض أكثر من كذا حماس أعتقد ما في. هذه المواهب اللي راح نشوفها بإذن الله في هذا الموسم راح تكون مختلفة وشيء كبير غير الموسم يمكن اللي فات. الحين في تعويض عن سنتين، فتأكد أنه هيطلع يمكن كبير وصغير من جد. اللي عنده مواهب سعودي جات تالنت هيطلع، هيصير سعودي جات تالنت بإذن الله. يمكن نعرف كمان أنه فصل الصيف هو فصل الترفيه والانبساط والاسترخاء، وخصوصا